call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو راح نتكلم عن يكون الجزء الثاني يعني من التحقيقات اللي ما تكلمنا عنها بالأمس، فلذلك بنبدأ مباشرة في الفيديو وبيكون فيديو قصير كذلك، ما بنستغرق فيه كثير لأنه خلاص أوريدي فهمنا كيف الطريقة بالأمس، فاليوم بس إن نمشي عليهم. حاولنا أغطي جزئين الباقيين اللي هي لنقلب صفحة والكمين، وممكن بتكلم عن أخبار القبور إيرث بول دي بونز وذا أشن كورتسير، ولا إني بخليها لفيديو آخر للغد. ففي البداية نروح لنقلب الصفحة، نروح للسابق. في البداية نكون هنا لدى مؤلف كتب الأطفال شهير، طبعا بعد ما تقرأ الكلام وتسوي فتح للسجل. شهد آخر مرة في قصر على قمته التل في مستوطنة سانت إيميلي. سانت إيميلي تعرفوها وين هي؟ اللي هي في إيل رويال. فهذا إيش يقول لك؟ علي نهب سانت إيميلي أولا، فأول حاجة إنك تروح، طبعا أتوقع على حسب اللي أذكره ما كان مكتوب لك إنه تنهب سانت إيميلي، مكتوب لك إنه موجود في سانت إيميلي في الساحل الجنوبي لإيل رويال اللي هي هذه إيل رويال. ففي البداية أنا جيت هنا حاولت إني أسوي حاجة هنا، بس في النهاية رحت وهجمت على سانت إيميلي، وبعد ما خلصت سانت إيميلي طبعا حسب لي إني خلصت التحقيق هذا اللي هو لنقلب الصفحة. أو الصفحة لنقلب الصفحة. فبعد ذلك يمتلك سوريل سفينة تدعى لابلوم، وغالبا ما تبحر في الممر الجنوبي الغربي، الممر الجنوب الجنوبي الغربي يسار تحت يعني، عليه الصعود على متنها اللي هي الممر الجنوبي الغربي هنا هذا. شوف هذا، فانت بتلقاها هنا، بيحدد لك اياها بعلامه، تقريبا بتكون في علامه ظهرت لك في الماب انك تروح هنا وتخلص وتقضي عليها، ومن ثم مره ثانيه ترجع وتشوف ويش الحاجه اللي جبتها من هذه القصه. فنروح سابق. اوكي خلصنا من هذه. لم يؤلف كاكسوري الكتاب، لم يؤلف الكتاب، بل كانت العمه انيا. ينبغي التحدث الى انيا انها تدير المستودع في سانت إين. فتروح للمستودع وهنا هي بتتكلم معاك. لو تروحوا هنا، هذا هو المستودع، هذا هي سانت إين. فانتوا تروحوا هنا وتكلموا هذه البنت، تكلموها وراح تخبركم يعني عن انه الناس تبحث عنها وانه شيء خطير موضوعها، وكذلك بتعطيك جوائز التحقيق، وبكذا تكونوا خلصتوا ثمة قيمة في قصتي. هذه هي نفسها الموجودة هناك في المستودع، ويعطوكم الجوائز طبعا، تكونوا خلصتوا هذا الجزء من التحقيق. الكمين، الكمين كذلك خلصته. يقول لك شارك القرصان أرنولد سيلفر في سرقة سفينة شخاريو، فماذا يعرف عن فريمان؟ احتاج لتفتيش عن حطام سفينة بالقرب من مخفر معسكر داتشمان. معسكر داتشمان تعرفوه تحت على اليمين، آخر شيء هنا هو معسكر داتشمان. فانت تجي هنا ركز، بتجي هنا تشوف على هذا السفن، الثلاث سفن اتوقع هي السفينه الاولى كانت، اتوقع السفينه الاولى كانت، بس لما توصلوا هنا ركزوا انه هذا مسيطر عليه عن طريق اسطول الوباء، فهذا في سم، البرج هذا في سم، فحاولوا انكم تكونوا على مبعد منه، من ثم تقصفوا البرج لحد ما تدمروه. هو ليفل 7 ما انه خطير، وبعدين تقتربوا الى هذه المنطقة وتبحثوا عن السفينة. بعد ذلك اتوقع بيقول لك انه المكان او مدفون الكنز مدفون جنب زهرة التوليب. ايوة، دفن ارنولد سيلفر شيئا بالقرب من زهرة التوليب الحمراء في معسكر داتشمان، ينبغي ان انقب في الجوار هناك. طبعا انت بتروح هنا ما بيكون بالضبط في المكان المذكور، يعني اذا الحين بنسافر عشان نشوف عادلة، ما في توليب. انا كنت ابحث عن زهرة التوليب الحمراء بس ما حصلته جنب زهرة التوليب الحمراء، فانت ما تركز كثير على انك تحصل زهرة التوليب الحمراء، وانما اللي تركز عليه انك
بتلقى يعني نفس الأماكن اللي تبحث فيها عن الكنز، بس هذه المرة بتلقى أتوقع مجموعة حجارة بشكل دائري، أتوقع مسويها كذا كأنه شكل دائري، أتوقع كانت في هذا الاتجاه ولا وين، ما أتذكر صراحة بالضبط وين حصلتها، بس في البداية كنت أنا جالس أبحث عن زهرة التوليب الحمراء وما حصلته جنب زهرة التوليب الحمراء. يعني هذه حاجة لازم إني أذكر لكم إياها، لأنه لخبطت بصراحة لما كنت أنا أبحث. بس كان في كذا كأنه مجموعة صخور بشكل دائري، ما هنا مجموعة صخور بشكل دائري جاية، أتوقع ممكن يكون تحت على اليسار، لا ولا هناك، وما أذكر صراحة، بس عادي يعني عملية البحث بتكون سهلة، نفس عمليات البحث اللي كنتوا تسويوها في عمليات البحث اللي تسويوها مع الكنوز وتحصلوهن بشكل يعني بسيط جدا. وبكذا نكون خلصنا لنهاية الفيديو، وصلنا لنهاية الفيديو هذا المقطع اللي تكلمنا فيه عن الجزء الثاني من التحقيقات. طبعا ما كل التحقيقات أنا مخلصنهن، فباقي التحقيقات بنتبعها من بعد هذا الفيديو، ونشوف يعني إذا فيديو واحد أو فيديوين. هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أنه أعجبكم، أتمنى أنكم تضغطوا على زر السبسكرايب، زر اللايك، وتدعموا القناة، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.